مساء الخير. قد تساعد الموسيقى أحيانا في الانعتاق من بعض العتمات التي تصيب الروح، وفي التخفيف من وطأة الإخفاقات التي قد يسقط فيها الفرد أو الجماعة، لتصنع مسلكا جديدا واعدا نحو انشراح القلب. كل ذلك وأشياء أخرى تحسسناها حقيقة في حفل الفنانة اللبنانية جوليا بوتروس. أكيد موسيقى جوليا بوتروس كليا مختلف من غير الأغاني اللي موجودين هلا بالعالم العربي. أول شيء كموسيقى وكلمات كمان، لأنه كل غنية لها هدف، وكل غنية مدروس كيف لازم ينغنى وكل لازم يدقها. وكمان عم بتشوفوا على المسرح أنه عندنا أوركسترا، وهذا كمان بالعالم العربي كتير قليل أنه فنانين بيطلعوا على المسرح مع فرقة كبيرة، مع يعني كلاسيكي، فرقة كلاسيك والشرقي كمان. نعزف للبنان أول شيء، للعالم العربي كله، واللي عم بيصير بالعالم العربي كله. بفتكر هيدا الموسيقى هي اللغة الوحيدة اللي بتوحد كل الشعوب العربية، مشان هيك نحن هون عندكم، وإن شاء الله المسج يوصل لكل العالم وكل السياسيين قبل ما يكون العالم العادي. العالم بعرف أنه معنا، بس بدك السياسيين يسمعونا.